يعقوب زهران، أنا الأم ديال المرحوم فهد الشرقاوي اللي توفى نهار 20 غشت 2020 في حادث الطيارة اللي وقعت في قنيطرة. ولدي كان يلاه بدا التدريبات ديال الطيارة لأنه كان شامبيون دو ماروك دو بارابونت وكيشارك في البارابونت في مسابقات دولية، ويلاه بدا كيتعلم الطيران، وكان مشاو هذاك كان تدريب مشى حتى لفاس، وملي رجعوا النواحي ديال تيفلت لا تور دو كونترول قالت لهم ما تدخلوش لان كاين العافيه في الغابه. ومن بعد فقدوا ما عرفوهمش فين مشاو، وتواجدوا هنايا لانه كانوا فوق الغابه اللي ما بين تيفلت وقنيطره. ومن بعد تواجدوا في الناحيه ديال قنيطره تماك اللي طاحت الطياره. انا كنشك بانه مفروض انه وقع عطب الطياره باش هبطات ومشاو لتماك، لان ولدي من بعد ملي قلبنا تخاصه جي بي اس لقيناه كيقلب على ان تيغان فاك، اذا وقع لهم عطب. وحتى الوضعيه ديال ولدي اللي لقاوها راها حسب الخبراء انها كتبين انه وقع عطب، لان ولدي ما لقاوش في لو سياج ديالو. الطياره كانت فيها غير جوج البلايص، لقاوه مليوح اللور ومخبي راسو. ولدي كان عنده سانتور نوار دو بوكس، كيدير لا بوكس، اذا هو تلاح اللور باش يحمي راسو باش تلاح تماك. اذا هنا كلها هاد الدلائل كتبين بانه كان عطب، زياده على ان الطياره كانت غاديه لانتيغان فاك حسب تخصص الجي بي اس ديال ولدي. ولكن من الاول الملف حاولوا يدمصوه، كان ما بين الوزاره النادي وما بين البوليس. البوليس سرقوا التليفون ديال ولدي لان فيه تسجيلات، لان ملي وقع الحادثه كان ولدي كيهضر في التليفون، دونك غبروا التليفون. ملي درنا تخصص جي بي اس لقينا اللي داروا في جيبو جلس 3 سوايع ونص كيدور على الطياره، وصلت حتى الاسم ديال البوليسي. ولكن الملف تحفظ لي 11 المره، من بعد 11 المره ديال الطلب ديال الاخراج من الحفظ عاد دابا صيفطوه للتحقيق، واول جلسه الاسبوع اللي فات اللي عاد داز الجلسه راه في التحقيق عند قاضي التحقيق ديال الاستئناف. وبالنسبه للوزاره مكتب التحقيقات زور الوثائق وديال المسار ديال الطياره، وطلبت اعاده التحقيق اعاده لونكيت باش تعاود، ولكن الوزاره كانت ديما كترفض. والتجأت حتى لمكتب الوصايه مجلس الوصايه، ولكن كانوا كيرفضوا باش يعطوني الوثائق الطياره، وكيرفضوا لان كاين تورط ديال مديريه الطيران المدني. وكنقول لهم مديريه الطيران المدني انها زورات لان ديك الطياره كانت متهالكه وكان خصها تمشي لاكاس، وعطاوها 6 شهور ديال التمديد، وداك التمديد اللي عطاوها بدون تطبيق القانون، لان القانون كيقول لك خص لي 3 ديغني كونترول يكونوا اغريي. هي مكتب التحقيقات هو بنفسه كيقول لك عامين ما داروش لي كونترول، على اي اساس عطاوهم ديك الشهاده ديال الطيران؟ وقاضي التحقيق ملي بحث وعطيته هاد المعطيات وبحث خرج بنتيجه ان ديك شهاده الطيران غير صالحه. جددت الطلب ديالي باش يحقوا معاهم ديك مديريه الطيران المدني ومكتب التحقيقات، لان قاضي التحقيق في الابتدائي كان كيقول لي هذا باختصاص النيابه العامه، ملي مشيت للنيابه العامه كيقولوا لي لا اختصاص ابتدائي، رجعت الابتدائي كيقول لي اختصاص الابتدائي الاستئناف، رجعت للاستئناف عاود قالوا لي لا اختصاص الابتدائي. وليت كره كيلعبوا بيا، ابتدائي كيسات الاستئناف كهذا، واخر ما قالوا لي عاوتاني في النيابه العامه قالوا لي لا هذا اختصاص الرباط. دابا حطيتها عاوتاني طلب في الرباط، لان خصهم يحقوا مع دوك الناس اللي عطاو ديك الشهاده اللي غير صالحه، لان كل ما تعطاش ديك الشهاده ديك الطياره ما غاديش تطلع. هذا الملف الثالث. تقولي ان الطياره غير صالحه بتاتا للطيران، ويعني كتحملوا المسؤوليه ديال لا الطياره سالت المهمه ديالها، قانونيا خصها تمشي لاكاس، عطاوها تمديد ديال 6 شهور. كنقول انا داك التمديد اللي عطاوها بدون تطبيق القانون، واش عطاوها تمديد بدون كونترول؟ القانون واضح ديال لي كونترول ديال التمديد واضح كيفاش خصو يكون، شنو هما الشروط؟ كتكون شروط قانونيا كتكون شروط ديال داك التمديد، وخرج بها النتيجه قاضي التحقيق
قال بان النتيجه ديالو ديك الشهاده غير صالحه. انا بغيت كنقول لهم ها الناس اللي كيعطيو دوك الشواهد كانوا كياخذوا الرشوه وكنعاودها كنقولوا الرشوه الا كانوا ما كانوش دور الرشوه وانا تهمتهم ايوا يتابعوني مكتب التحقيقات كنقول زور ايوا يجي يتابعني انا دليت عندي بالوثائق ان داك كان تزوير في داك في المسار ديال الطياره لان هما شنو استبعدوا المسار لان الطياره ما بقاش قابضها الرادار ما عندهم غير التخصاج ديال ولدي ديال التليفون استعملوه في التقرير وكاتبين سولون لو تخصاج جي بي اس في الصفحه 20 سولون لو تخصاج جي بي اس دو لا فيكتيم اذا استعملوه جاو الصفحه 15 قبل الحادثه وغيروه داروه اوبوزي اللي كان الحقيقي مخالف الحقيقي على اي اساس وصوروه بيديهم على اي اساس رسموا داك المسار ديال الطياره علاش هما داروا داك المسار غيروه باش ما يقولوش راه كانت متجهه لان تيغان فاك ارض عاريه وانها كان هبوط اضطراري لان هبوط اضطراري غادي يرجعنا للمانتونونس وهما بنفسهم كيقول لك لا مانتونونس ما كانتش كدير كلشي هادشي كان بيناتهم تعاونوا هذا وحتى النهار الاول المسائل ما مشاتش بصفه اللي كان خصها تمشي الطياره كيفاش الطياره مازال ما دازوش المحققين ما شافوها لا والو وعطاوها للنادي اللي لعبوا فيها باش يغيروا المعالم ديال الجريمه ديالهم وزياده على هذا الشيء دابا التحقيق مازال ما سالاش وديك الطياره فركتوها راه خصهم يتبعوا زياده على هذا الشيء داك هاد الناس اللي تبعوهم واللي دازوا اليوم راه خصهم يمشيو للجنايات ما يكونوش في الابتدائي واخا كلمه بالنسبه لي يعني اليوم شنو اللي وقع وشنو يعني باش خرجت يعني اليوم كانت بالنسبه لهذوك المتهمين الرئيسيين الفرنساوي ودوك اللي معاه الميكانيسيان وليد ميكانيسيان الا واحد اللي تخلف فيهم تخلف ما جاش اخذوا الهويه ديالهم وجابوا المحامون ديالهم ربعه المحامون اللي طلبوا مهله كافيه باش باش يوجدوا الدفاع ديالهم ودابا تاجلت لنهار 17/12 الجلسه تهديد داك الفرنساوي نهار ما عمرهم هذوك الناس مسؤولين ما عمرهم عزاو وحتى داك البيلوت المدرب اللي خدام معاهم عوض ما يمشيو يساندوه صيفطوا ليهم صيفطوا لمراتو داك الربان وقالوا لها هدوها ومن بعد خو داك الفرنساوي عيط لولد داك البيلوت وقال له خويا راه غادي يخلص شي حد اللي غادي يقتلكم وهدوا حتى الصحافه مين داك الفرنساوي هدات الصحفيين واخا بالنسبه كنعرفوا ان بالنسبه اي هادشي ديال الطيران او لا نادي او لا هذا كيكون عنده واحد الصوره واش ما كانش تعويض بالنسبه حنا التعويض راه مازال ما بداتش هذا بالنسبه لاسيرونس راه متابعين حتى على لاسيرونس لان لاسيرونس كتحددها واحد الاتفاقيه اللي سناها المغرب سميتها اتفاقيه موغيال وخارجه في البولتان اوفيسيال وخارجه كيقول لك في البولتان اوفيسيال نص قانوني كيقول لك اللي ما عندهمش اسيغونس مطابقه للقانون عندهم عامين ديال الحبس وهما تابعوهم حتى على لاسيغونس اللي ما عندهمش الهاتف ديال ولدي راه 11 د المره وهو كيتحفظ الملف واخر مره ملي جددت عاوتاني راه صيفطوه للتحقيق وراه الشرطي كيحق معاه قاضي التحقيق في المحكمه ديال الاستئناف الكلمه الاخيره اللي بقى هادو الملف الاخير وهو كان طالب رئيس النيابه العامه يعطينا لمن الاختصاص لذاك المتابعه ديال دوك الناس اللي عطاو ديك الشهاده بانها لانها دابا انا وليت كره كيلعبوا بيا ابتدائي صيفطوني استئناف كيف ابتدائي دابا انا بغيت المتابعه ديك الناس اللي عطاو ديك الشهاده اللي قاضي التحقيق كيكون غير صالحه كون ما كانش ديك الشهاده راه ديك الطياره ما كانتش كطير. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.